وفي القاهرة اعتمد المحافظ اللواء خالد عبد العال مواعيد امتحانات منتصف العام في الفترة من 5 إلى 25 يناير المقبل، كما حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إجراء امتحانات المستوى الرفيع يومي 3 و 4 يناير القادم، على أن يتم عقد امتحانات الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل والثانوي العام وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية. وفي الأسكندرية تقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية في الفترة من 9 وحتى 25 يناير المقبل.